السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم حسام أبخن تيساج. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون أموركم كلها مزيانة. كيف ما كتشوفوا اليوم فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنحضر فطائر مالحة بحشوة لذيذة بزاف، كتجي من أروع ما يكون، وعجينة اللي كتجي مورقة كيف ما كتشوفوا، تقرمشة حاضرة، فطائر مورقين بطريقة سهلة وناجحة 100%. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو 600 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلويات، الدقيق الفورس، وغنضيفو له نصف ملعقة ديال الملح. غنضيفو هنايا جوج معالق ديال الزيت. هنا درت زيت العود، ممكن إلا ما بغيتوش ديرو زيت العود ديرو زيت المائدة. وهنايا ضفت واحد البيضة، وغادي نضيف واحد الملعقة ديال العسل، غديرو العسل اللي كتوفروا عليه، وغادي نعجنو بالماء بارد يعني ما عادي. غنبقى نضيفو الماء تدريجيا حتى نتحصلو على واحد العجينة اللي تكون متماسكة وماشي جارية. وهنايا كيف ما كتشوفو هذا هو القوام ديال العجين، كيكون عجين متماسك. الى عندكم الوقت وبغيتو تدلكوها غدلكوها شي شويه، ولا ما بغيتوش غديروها في بلاستيك غذائي وغادي تخلوها ترتاح. وهنايا كيف ما كتشوفوا غادي نغطي عليها بلاستيك غذائي وغادي نخليها واحد المده ديال 20 دقيقه حتى 30 دقيقه ترتاح. دوزو نحضروا الحشوه. غادي نحتاجو جوج حبات ديال البصل. هنا استعملت البصل يعني البصله الخضاريه، ممكن تستعملوا اي بصله متوفره الحمراء او البيضاء. وعندي حبه ديال الفلفل الحمراء مقطعه مربعات، فص ديال الثوم، جوج حبات ديال الكورجيت محكوكين في حكاكه رقيقه، وجوج حبات ديال الجزر محكوكين حتى هما في حكاكه رقيقه. 300 غرام ديال الكفته، ممكن ديروا اكثر او اقل كيف ما بغيتوا. وهنايا عندي هريسه، غادي نستعمل واحد شويه تتبقى اختياريه. غادي ندير واحد المعلقه صغيره من صوص الصوجه. غادي نشحروا هاد الخضيره هذه بزيت العود كيف ما كتشوفوا، تقريبا جوج معالق حتى ثلاثه. وغادي نحتاجوا شويه ديال الزيتون. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجوا الابزار، ونحتاجوا القرفه، وغادي نحتاجو الملح حسب الذوق. هنايا غادي نستعمل الشعريه الصينيه ديال الروز، صراحه كتجي زوينه بزاف. كيف ما كتشوفوا انا درت غير واحد يعني واحد الكارو ومعه واحد شويه يعني. غادي نحضروا الحشوه على نار اللي تكون متوسطه. كيف ما شفتوا معايا ضفت لهاد الخضر، ضفت لهم زيت العود، وغادي نبدا نقلب في هاد الخضره هادي حتى تشحر معنا مزيان يعني تدبال ويدخلها الطياب. وانا كنحركها مزيان مزيان. من بعد نضيفوا لها العطريه، وحنا كنحركوا الخضره ديالنا حتى يدخلها الطياب. بعد ما بدات الخضره كتنزل وكيدخلها الطياب غنضيف لها التوابل. كيف ما شفتوا ضفت شويه ديال الملح وشويه الابزار، تقريبا ربع ملعقه، وربع معلقه ديال القرفه يعني العطريه كتبقى على حسب شحال درنا ديال الخضره. وغادي نبقى نحرك مزيان يعني حتى تنسجم العطريه مع الخضر. وغادي نضيف واحد نصف ملعقة ديال الهريسة، تتبقى اختيارية، واحد ملعقة صغيرة ديال صوص الصوجة. وغادي نحرك مزيان مزيان يعني حتى الخضرة ديالنا تشرب هاد التوابل وهاد الهريسة اللي ضفنا. ومن بعد غادي نضيفو الكفتة، وغادي نحاولو أن نفككوها يعني حتى يدخلها الطياب مزيان مزيان. ومن بعد نضيفو الزيتون اللي مقطع، ومن بعد نضيفو الشعرية الصينية، وغادي نخليوها نحركوها يعني واحد شوية حتى تشرب.
وهالحشوة واجدة. وهنايا كيف ما كتشوفوا الكفته راه هي طابت، غنضيف الزيتون وغادي نضيف الشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء طايب لمده ديال 3 دقائق تقريبا وقطعتها، وغادي نضيفها لهاد الحشوه هذه، وغادي نحركها غير شي شويه بين ما تشربت العطريه وتشرب يعني هاد الليدام ديال الخضره وديال الكفته. صافي وغادي نطفي عليها. نرجعوا للعجينه اللي غادي تكون طلقات تقريبا، راه هي دازت عليها نص ساعه، غادي تشوفوا كيفاش رجعت العجينه، راه هي رجعت من اروع ما يكون بدون دلك، يعني غير بالبلاستيك الغذائي، راه هي كدلك راسها براسها وكتطلق، يعني ملي كترتاح غادي نشكل منها واحد ربعه ديال القطع يعني متساويه، ونشكل من هاد القطع كويرات. كيف ما شفتوا معايا شكلت من العجين كويرات، وغادي نبدا باول وحده. تقدروا انكم تخليوها ترتاح واحد شويه باش تطوع معاكم، كيف ما كنعرفوا العجينه كل ما خليناها كل ما كتطوع يعني ودغيا كتسرح. هنايا غادي يعني غادي نبدا، انا ما غاديش نخليها ترتاح، وغادي نبدا باول وحده يعني غادي نسرحها مزيان مزيان، يعني غادي نرققها على سطح العمل مزيان مزيان حتى يبقى يبان ليا يعني سطح العمل، وغادي نستعن بشويه ديال الزيت يعني، وانا كنورق على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا. وكيف ما كتشوفوا العجينه راه هي من اروع ما يكون، عجينه فعلا سحريه، يعني ما قالوا عليها سحريه حتى سحريه، وكتجي مطاطية سهلة في التشكيل. هنايا عندي الزبدة مدوبة، غادي ندهنها بالزبدة مدوبة مزيان مزيان، وغادي نربعها على شكل مسمن، يعني كل ما طويت الطوية غادي نضيف الزبدة مدوبة على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا معايا، تنتحصل على الشكل ديال مسمنة. من بعد ما شكلت كويرات بربعه بهم يعني على شكل مسمن، غادي نغطيهم بلاستيك غذائي، وضروري غادي نخليهم تقريبا واحد 5 دقائق يرتاحوا باش يجيوني ساهلين فاش نبغي نسرحهم. غادي ناخذوا اول وحده شكلنا، يعني من بعد ما خلينا واحد 5 ديال الدقائق تقريبا ارتاحت، وغادي نسرحوها على هذا الشكل هذا، وغادي نحاولوا يعني العجينه ما تبقاش يعني ما تجبدش، تبقى عندنا مورقه، كل ما سرحنا نعاودو نقلبو باش تبقى لنا المسمنه يعني التوريقات اللي فيها ما يخسروش. وغادي نحاولوا اننا نديرو واحد المستطيل يعني باش نشكلوه نعمروه بالحشوه، وغادي نحاولوا اننا نرققو مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا. وغادي يعني انا كان نسرح وكنحاول انني نعطي المسمن ديالي نعطيه الشكل مستطيل، نمشي على هذه الطريقه هذه يعني حتى نشكل يعني المستطيل ونرقق العجينه مزيان مزيان. وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما رققتها يعني مزيان مزيان على شكل مستطيل، كيف ما كتشوفوا كنستعن بشويه ديال الزيت. من بعد جبت الحشوه اللي درتها في هذا الطبق باش تبرد، يعني تبرد تماما ما تبقاش سخونه باش ما تقطعش لي العجينه، وقسمتها على 4. غادي نسرح يعني واحد الكميه على هذا الشكل هذا، وغادي نخليه تقريبا واحد 3 سنتيم القدام هي اللي غنغطي بها الحشوه، وغادي نرولي العجينه ديالي على هذا الشكل هذا، وانا كندهن يعني بالزبده نعاود نغطي بالعجين على هذا الشكل هذا، ونحاول انني نديرها في الطاوه ديال الفران اللي تكون مفرشه بورق الطهي. الا بغيتوا التوريقات يجوكم الفوق يعني يجوكم معكم وحده اخرى باش تكون الطريقه مفهومه وسهله.
من بعد ما ورقت المسمنه غادي نضيف لها الحشوه، يعني على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا بشكل طولي. وغنكون خليت واحد الجانب تقريبا 3 سنتيم حتى 4 سنتيم في الجنب باش نغطي الحشوه. وغادي ندهن بالزبده من الفوق ونرولي الحربول ديالي على هذا الشكل هذا، ومن بعد نعاود ندهن ونرجع الطرف الاخير يعني من الفوق. بالنسبه اللي بغيتوا التوريقات يجيوكم بزاف من الفوق بلا ما تقلبوا الحربول، ولا بغيتوا التوريقات يجيو بزاف من التحت غادي تقلبوه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما عمرت المسمنات يعني على شكل حرابل، غادي ناخذ واحد البيضه ونضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال صوص الصوجة. الا ما بغيتوش ديروا البيض ما ديروش، دهنوا غير بالزبده اولا بالزيت يعني كافي. هنايا غادي ندهن البيض وغادي نرش يعني غادي نزين بالزنجلان. الا كنتو غادي ديروا الزنجلان ضروري انكم ديروا البيض حيت ما غاديش يشد مع الزيت ولا الزبده. صافي هنايا غادي نرش الزنجلان الابيض كتزين. هنايا غادي ندوز نقطع الحرابل على هذا الشكل هذا، يعني غادي نقسمهم بالسكين. هذه المرحله هذه تتبقى اختياريه، الا ما بغيتوش تقطعهم ما تقطعهمش. وبالنسبه للطياب الفران يكون مسخن مزيان مزيان، نطيبهم على 180 درجه حتى يتحمروا من التحت وتنفخوا، عاد نحمروهم من الفوق. وهنايا ما بقى لي الا نقول لكم وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. نتمنى هاد لا فيديو تكون كانت خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتجربوا هاد الفطائر اللي كيجيو من اروع ما يكون، ناجحين 100% بطريقه سهله وعجينه سحريه وحشوه كتجي لذيذه لذيذه بزاف. نبغي نقول لكم عواشركم مبروكه بمناسبه دخول شهر شعبان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كيف العاده ما تنسونيش من دعمكم للقناه بالاشتراك اللي باقي ما اشتركش، مع تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بارطاج مع احبابكم واصحابكم، بارطاج القناه في مواقعكم التواصليه. جيم لا فيديو الى عجبتكم طبعا، تعاليقكم الزوينه كيف العاده. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.